اوكي مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طيب نحن بهذا الحصه راح نقرا بحوسبه الكم او لغه سلك، وراح نقرا عن الكوانتم تليبورتيشن. كوانتم تليبورتيشن شباب معناها شو اسمه الانتقال الاني، يعني هيك كيف كبسه الزر هالقد نقل. ما في مثلا انت لو هون عندي خلينا نشيل هون، يعني ما في هذا الخط اللي بترسمه هيك، يعني بمعنى انه انت اذا بدك تنقل هيدي الدائره لهي النقطه لهي النقطه الثانيه، ما فيش هذا الخط او الطريق اللي بتمرقه او شو ما كان، انساه خلص ملغي. اوكي ما في منه هذا الحكي. اوكي ربنا عاملها هيك، هاي التليبورتيشن. اوكي لحظه طب ما في انه انتقل من النقطه للثانيه والمسافه اللي بتقعدها فيش. كيف بقول لك، هو عنها ظاهره كثير اخاذه في حوسبه الكم. اوكي بتاخذ العقل هاي. اوكي فهي مستعمله حتى تنقل حاله كموميه من مكان لمكان بدون الحاجه انك تنتقل او تسافر، مثل ما حكينا الخط الاسود اللي عملناه هون. اوكي هذا ملغي، تمام ما في خلص، ان تعتبرهم زي كانهم قاعدين حط بعض ولزق بعض وتمام حط بعض. اوكي بس هن بعاد عن بعض بالحقيقه. اوكي هي مثل كيف تحضروا انت افلام مثلا مسلسلات ستار تريك وهيك، بلمحه بتلاقيه منقل. اوكي يعني حتى اصلا تفتح عين غمض عين انسى تفتح وتسكر العين قبل ما تفتح وتسكر عينك حتى. نفس التكة. فاذا ممكن طبعا هذا الشيء ممكن يبين انه سحري وشعوذي، اوكي بس هذا الشيء بيصير وبيحدث فعلا بسبب مساعده الانتانجلمنت، اوكي التشابك الكمومي. فحتى نخلي الاشياء سهله اكثر، خلينا ناخذ نظره على مثال. افترض عندنا شو اسمه اثنين اصحاب اليس وبوب، واليس حابه تبعت بعض المعلومات باستعمال حاله كموميه لبوب، فهي ممكن تبعتها عبر نسخ الحاله الكموميه لبوب. اوكي والحاله الكموميه هاي بتكون اصلا معها يعني، بس بسبب نظريه اسمها نو كلونينج ثيوريم. نو كلونينج ثيوريم، ثيوريم يعني نظريه. اوكي نو كلونينج، كلون معناها النسخ مطابقه يعني شو نو كلونينج يعني لا نسخ، نظرية لا نسخ. اوكي بسببها هي ما بتقدر ولا رح تقدر، ولا شو ما عملت هيدا الله هيك خلقها الشغلة. اوكي ما بتقدر انها تنسخ الحالة تبعها، ما تناقش خلص هي هيك من الله. اوكي فليش؟ لأن نظرية النو كلونينج، اوكي عدم الاستنساخ عدم النسخ، اوكي بتقول انه الحالات الكمومية ما فينا او ما فيك تنسخهم او لا ينتسخوا حتى. اوكي ممنوع نسخهم خلص هيك من الله، تمام. فحتى تبدأ عملية التليبورتيشن، راح اقول تليبورتيشن اكتر من انتقال الان الى انه طويل الكلمة دي. فحتى نعمل التليبورتيشن ونبلشها، افترض انه اليس وبوب اثنيناتهم بيشاركوا حالة بل. حالة بل عشان راجع لكم اياها شوي، مش كلها يعني، هاي حالة بل تمام، انه في عندك هون حالة كمومية وحالة كمومية اثنيناتهم عم بيتشاركوا على حالة كمومية. اوكي وحالات بل، اوكي مثل ما شايفين الفورمولا العامة تبعتها هي هاي، تمام. والحالة العامة اوكي هاي تتفسر بالحالات الأربعة هدول، تمام ماشي. اوكي وأليس وبوب هن قصدي عفوا أليس أصلا عم تبعت اثنين كلاسيكيات، ما عم تبعت بتات كمومية، اوكي عم تبعت اثنين كلاسيكيات تمام، بس باستعمال وسيط كمومي ماشي. فاذا في بيكون عندنا اربع انواع من العمليات بوب اللي ممكن يأديهم على الكبد تبعته حتى يشوف الحاله اللي بعثت له اياها اليس. اوكي فاذا اذا شو اسمه القيمه اللي تم قياسها هي 0 0، فاذا بوب ما بيعمل شيء. إذا القيمة اللي تم قياسها هي 0 1، فإذا بوب بيطبق بوابة اكس، اوكي على مين؟ على الكبد تبعته على السي، طلع بالخريطة. اوكي في عندي بوب حامل السي، اوكي كبد سي، بس A وبي هن كلاسيكيات. اوكي هلا بس إذا الحالة اللي أو هن يتم تحويلهم ل أو
مش اكيد لحد هلا انا اذا هن بيتحولوا لبتات كمومية. اوكي هلا بعدين الشرح بنعرف. فاذا اذا A و B هن 0 0 اذا بوب ما بيعمل شيء، اذا A و B هن كانوا 0 1 يعني A 0 وال B 1 فاذا بيطبق بوابة X، بوب بيطبق بوابة X يعني بيبرم بيقلب الإشارة. اوكي بيقلب إشارته بالسي، إذا كانت 1 بيعملها 0، إذا كان 0 بيعملها 1. اوكي هلا إذا A و B كانت 1 0 فإذا بوب بيطبق بوابة Z يعني بيبرم محله 180 درجة. اوكي بيبرم الحالة تبعته الكمومية بقلبها 180 درجة بعكس اتجاه الساعة. إذا A و B هن 1 1 فإذا بوب بيطبق بوابة Z وبعدين بيطبق بوابة X، X هي النوت جيت اللي هي بتقلب الإشارة، بتكون 0 بيعمل 1، 1 بيعمل 0. اوكي فهو بيبرمها عكس اتجاه الساعة بالأول، اوكي 180 درجة وبعدين بقلبها بأكس، بسقطها بأكس، تمام؟ من خلال أكس. طيب هاي الخريطة الكمومية تبعتنا كلها كيف عم بطبقها هو. هلا بس شغلة شباب، هيدي هون هذا مارد، تمام؟ بوابة هذا مارد هاي شغلتها تعمل شغلة القرعة الطرة نقشة، اوكي؟ الحظ، فهي لحالها بتطلع لك بشكل عشوائي، كل ما تشغلها بتعطيك رقم مختلف، اوكي صفر وواحد مختلفين. اوكي طيب هلا وطبعا اذا دخل عليها حالة الصفر بتعطيك بلس، اذا دخل اشارة البلس يعني كت بلس كت زائد المنتج بيصير على جهة الزائد من ال شو اسمه من ال من الاكس من المحور الاكسات في بلش، واذا عملناها واحد دخل عليه حاله كموميه واحد بتصير شو حاله الناقص من على محور الاكس. اوكي بتروح على بالقلب على محور الاكس. اوكي طيب هلا فاذا وطبعا تنسوش انه بيبرم محله اول شيء قبل ما الهدمار، اول شيء بتبرم محلها وبعدين بتقلب 90 درجه مع الاكس ان كان بالزائد او بالناقص. اوكي كان لقدام او لورا تبرم المؤشر. اوكي يعني طبعا هذا محور الاكسات. اوكي هذا الزاد عم ببرم محله. اوكي وبعدين بنروح نسقطها هيك او بنروح نسقطها هيك، تمام؟ يعني هاي الزائد كت زائد وهاي كت ناقص. هلا دائما تخيل كرت بلش معك، ماشي؟ المفروض تدور بلندر من شانها بس مش ضروري، مش كثير مستعجلين عليها هلا. طيب ف شو بدنا نقول؟ اوكي هلا مثل ما احنا بنشوف انه اليس بتولد حاله مشربكه كموميه بين الكيوبتات بي وسي، اوكي بتشربكهم يعني هون بتعمل هذه البي والسي رابطيتهم ببعض، لاحظ كيف هون؟ لا ليش كيف متشاركين؟ بسبب السي نوت، لانه بسبب الكنترول التارجت بيشتغل، اوكي متعلقين ببعض، تمام؟ ف وبعدين بعد هيك بوب بيعكس العمليه تبعيت اليس عبر استعمال سي نوت وبوابه هدمار، اوكي بين الكيوبت A والكيوبت B، تمام؟ هو هون من جهته من A و B هو بيعكسهم، شايف هون في كنترول نوت وفي بعدين هدمار، تمام؟ وبعدين بيقيس، اوكي بعدين بوب بيقيس شو بيطلع له. فبناء على هذا الشيء بناء على هذا الشيء بوب وبناء على القياس اللي طلعه بوب، بوب بحد ذاته بيطبق العمليات اللي تم وصفها فوق في الاربع حالات فوق. اوكي طيب هلا فظاهرة شو اسمه الكوانتم تيليبورتيشن هي كتير 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 بشكل فظيع شو مهمة في الابحاث المتعلقة في الانتقالات او الاتصالات الكموميه، يعني تستعمل الاجهزه الكموميه للاتصال عادي اذا كان بتتصل بالتليفون، تمام؟ فالكوانتم تليبورتيشن بتمهد الطريق حتى تنقل المعلومات الكموميه عبر مسافات جدا 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 ضخمه قد ما تتصور، اوكي بدون ما تخسر اي معلومات، اوكي بدون معاناه من شيء بنسميه ديكوهيرنس. الديكوهيرنس يعني عدم التجانس، المهم المعلومات ما فيش فيها خساره، اوكي اطلاقا. هلا احنا هيك غطينا الكوانتم تيليبورتيشن، هلا رح نفوت على شيء بنسميه السوبر دنس كودينج.
السوبر دانس كودينج هو بقول لك في يعني الكودينج هون الترميز او التشفير، السوبر دانس يعني مكثف على الاخر قد ما تتصور، دانس يعني مكثف وسوبر تعرفه خارق، فسوبر دانس مثل سوبر لينكس انا تمام. ف بالاوت بال بالكوانتم تيليبورتيشن هون نحن بنشوف انه ال يعني او بالانتقال الان الكمومية، انت شو شفت؟ شفت في عندك اثنين كلاسيكيات، بتات كلاسيكيات عم تبعتهم اوكي، وعم تستعمل، عفوا هن مستعملين مش عم تبعتهم، عفوا هن بيكون اثنين بت كلاسيكيات مستعملين حتى تنقل حالة كمومية من أليس لبوب اوكي، عم تجيب اثنين بتات كلاسيكيات حتى تنقل حالة كمومية من أليس لبوب اوكي. هلا بالسوبر دانس كولينج اللي بيصير حتستعمل حالة كمومية وحدة حتى تنقل شو اثنين بت كلاسيكيات، عكس الموضوع هذا، يعني احنا عم نستعمل اثنين عاديات حتى نطلع حتى ننقل حالة كمومية واحدة. هلا لا قالك لا بدنا نجيب واحدة كمومية اوكي وننقل اثنين بالتاك، شوف ما اسرعها ليش؟ لانك انت عم تستعمل قبل بالتليبورتيشن النقل طاك اثنين بت هوب صاروا عندك، فهمت شو؟ هلا قد سريع. فاذا في عنا بالتالي اثنين بتات كلاسيكيات، فاذا في عندي قديش اربع احتمالات عادي، 0 1 0 1 0 0 0 1 1 اوكي. هلا بناء على اليس وشو هي حابه تبعت لبوب، هي راح تطبق وحده من البوابات التاليه اوكي. فاذا اذا حبت تبعت 0 0 فاذا ما في شيء بينعمل تمام، اذا حبت هي تبعت 1 0 1 فاذا بوابه زد بتتشغل اوكي، نبرم حول تبرم حالكم محلها تمام. اذا اليس حابه تشغل الواحد صفر بتقلب الحاله الكوميه، تقلبها تكون صفر واحد بس يعملها واحد صفر تمام. هلا اذا اليس حابه تبعت واحد واحد اوكي حابه تبعت واحد واحد كلاسيكيات، فاذا شو بنعمل بالحاله الكوميه؟ الحاله الكوميه بتصير فيها زد اكس اوكي، تبرم محلك وشو اسمه وبتطبق اكس بتقلب الاشاره تمام. طيب هلا فاذا الرسم هون هذا الرسمه تمام، انت فيك تشوف انه اليس بتولد حاله كموميه مشاركه بين الكيوبتات اي وبي، في عندك اي وبي هن كيوبتات، فلحتى ترمز يعني عفوا فهي بتولد حاله كموميه بين الكيوبتات اي وبي، ولحتى شو اسمه تشفر الرساله تبعتها اوكي هي بتستعمل بوابه اكس، واللي هي بيعني انه هي عم تبعت قيمة واحد صفر كمعلومة لبوب، وبوب بعدين بيعكس العملية اوكي اللي طبقتها اليس عبر تطبيق سينوت وبوابة هذا المعرض اوكي. طيب لنكمل، فاذا بدكم تنتبهوا هون بس هي شغلة لازم احكيها يعني مش قادر افشلها اوكي. هلا هذا المعرض بتعمل لك خربطة تمام، طبعا هي بتعطيك يا صفر يا واحد بالاخر، وشو اسمه وعندنا هون يعني افترض واحد او صفر اوكي، هون واحد صفر او صفر صفر اوكي بتعطي صفر صفر. هلا هون ما بتشتغل شيء بتنزل صفر، هيدي بتصير واحد، فكان بعتت له هي شو واحد صفر تمام. هلا هو هون بتكون هون واحد هون بتصير صفر اوكي شو اسمه بس تنساش هون بتعطيك بلس ماينس اولا حسب شو داخل بلس ماينس، خلينا نقول مثلا طلعت بلس اولا طلعت بلس هون عفوا اوكي هون صفر، هلا ما راح يصير شيء بس حسب شو جاي اوكي. هلا هذه بتعكسها بتصير الناقص، حالة الناقص طبعا حالة الناقص ما بتصير شيء اوكي، بس هي طبعا هذا المعرض انا بقول لكم اياه انه هي بس تعمل نوع الخربطه زي الطره النقشه تبعت الواحد والصفر اوكي، بين الواحد والصفر اوكي. هلا المهم بالنهايه بالنهايه الحالات اللي حتطلع لنا بالاخر هدول هلا بنشوفهم اوكي، حالات يعني انا بحكي انه هاي هذا المعرض اوكي ومع النتيجه اللي طالعه مع هون بتصير بتطبق شو اسمه حالات بل اوكي كيف انحسبوا تحت تمام. هون بصير طبق حالات بل حتى اكثر من هيك
يعني بتصير مثلا عندك هون كيوبيت مع كيوبيت بتعمل له شو تنسر برودكت، فهذا معرض لها كيوبيت تا وهذيك بتعمل كيوبيت تا بتعمل تنسر برودكت بيطلع معك الحاله اللي مشربك. اوكي هلا بالنهايه هو شو راح يطلع معانا هون؟ اذا الكلاسيكال بتات كانوا صفار اوكي فاذا النتيجه حتكون 0-0، اذا 0-1 فاذا النتيجه حتكون 1-0، اذا 1-0 دخل كلاسيكيا بيطلع الحاله معك كموميا 0-1، اذا 1-1 بيطلع ناقص 1-1 كموميا. تنساش هون في برمي على الزد اوكي بالاخر، تنساش عندنا في برمه زد هون بده يطلع ناقص 1 اوكي ناقص 1-1 اوكي. فهلا انت بسوبر دانس كودينج، طريقه السوبر دانس كودينج انت بتكون تعلمت او تشفير هذا المكثف، كيف تعلمت انه قديش هي عندها اهميه كتير في نقل او تشفير المعلومات بين طرفين بدون الخوض، سامع؟ بدون ما يكون في بالنص شيء حدا يقدر يتفوت بيناتهم، لان لا يكون شو تليبورتيشن طك نزلت ما في حدا يلحقها نار. اوكي هنا ادي فهو طريقه في التشفير الكمومي. ماشي هذا كل شيء عن الفصل الثالث، نشكر متابعتكم شباب، نشوفكم المره الجاي والسلام. تمام انا بعرف انه بس قبل ما نكمل هيدي هون كيف حسبوهم كيف طلعوهم، هذه لسه بعدها مجننتني بس لازم نحسبهم على الورقه والقلم عشان نعرف. اوكي ماشي والسلام باي. رجاء اشتراك بالقناة وفعل رفاتكم عن هاي السلسلة.